وهذا الحديث حول الإمدادات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا والرد الروسي العنيف خلال الأيام الماضية. ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءك. حياك الله. يبدو أن روسيا تعود إلى سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها سابقا بعد أن سحبت قواتها خلال الأشهر الماضية. إلى أي مدى ترى أن قرار انسحاب القوات الروسية كان تمهيدا لعودتها مجددا بهذه السياسة؟ أولا تحياتي لكم جميعا. الروس منذ بداية الأيام الأولى لهذه الحرب ظنوا بأن أيام قليلة تفصلهم عن النصر النهائي على أوكرانيا والسيطرة على كييف وعلى باقي المناطق، ومن ثم إجبار أوكرانيا على توقيع اتفاقات يعني تجعل من أوكرانيا حديقة خلفية للكرملين. إلا أن يعني حساب الأرض الميدان اختلفت عن حسابات الجنرال الروس وعن بوتين، لذلك بدأت الخسائر الروسية كبيرة جدا، وخاصة بعد أن بدأت الدول الغربية والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمنظومات أسلحة. بدأت بداية بعتاد بسيط، ومن ثم منظومات دفاع جوي وعلى ستينجر، ومن ثم الجابلين، ومن ثم اللاو، وبعدها صواريخ الهيمارس التي أحدثت فرقا كبيرا في الميدان والتي دمرت يعني خطوط الإمداد الروسية، وكذلك منظومات القيادة والسيطرة والمواقع والمستودعات الأسلحة والمواقع الهامة، وكذلك يعني منظومات عديدة بدأت يعني أمريكا والغرب بتزويد أوكرانيا من أجل الدفاع عن النفس. ولكن اليوم هناك فارق يعني جديد بإعلان الولايات المتحدة بأنها ستزود أوكرانيا بمنظومات الباتريوت للدفاع الجوي، وهي يعني تعطي دفعا معنويا وعسكريا للجيش الأوكراني، وقد وصل عدد من الجنود 100 جندي وضابط أوكراني ومهندس إلى ولاية أوكلاهوما من أجل التدريب على هذه المنظومة. كما أن بريطانيا أعلنت بأنها ستزود أوكرانيا بدبابات تشالنجر 2، وهي الدبابات الأقوى في العالم. كذلك الولايات يعني ألمانيا قالت بأنها ستزود أوكرانيا بدبابات الليوبارد، وكذلك زودتها بمنظومة الدفاع الجوي آيرس وعدد من الأعتدة وأجهزة الاتصال وأجهزة الحرب الهندسية وغيرها. إذن الغرب لن يسمح للروس بالسيطرة على أوكرانيا أو النصر على أوكرانيا. لذلك بدأت روسيا منذ فترة طويلة باستهداف البنى التحتية، باستهداف الطاقة، باستهداف مواقع التي تثير الشعب الأوكراني، وبضربات انتقامية كما حدث بالأمس على أهداف مدنية في دنبرو والتي دمرت مساكن عديدة وقتلت بحدود 100 بين قتيل وجريح. إذن سياسة الروس التي انتهجوها في غروزني وفي حلب وفي المدن السورية اليوم ينتهجونها كذلك في المدن الأوكرانية، لأن الروس حتى الآن لم يستطيعوا أن يحققوا شيء. وما حقق بالأمس في قرية صغيرة سوليدار هي من يعني هذه الحرب من إنتاج فاغنر، العصابة الإجرامية التي قتلت بدم بارد الجنود والأسرى وغير ذلك. نعم. إذن روسيا حتى الآن أثبتت عجز قيادتها، عجز جيشها، لذلك نراها بأنها كل فترة تقوم بتغيير القادة الميداني. السؤال الآن سيد أحمد، السؤال حول مستقبل هذه الحرب. يعني قبل شهور شعرنا أو شعر المتابعون أن هناك انخفاض في مستوى العمليات العسكرية، الآن عادت الأمور كما تفضلت، دعم غربي وأمريكي لأوكرانيا وسياسة أرض محروقة تتبعها روسيا. ما مستقبل هذه الحرب في الفترة المقبلة؟ من بدأ الحرب هو الذي يستطيع أن ينهي هذه الحرب، وهو بوتين بشكل شخصي. ولكن حتى الآن بوتين لا يمكن أن ينهي هذه الحرب كما جاء في الشروط الأوكرانية، وهو الانسحاب من الأراضي التي احتلها، وهذا ينسف كل الأسباب التي بدأت به هذه الحرب.
وأما بوتين فهو بتغيير قائد الجبهة الشرقية أو الحرب الميدانية ووضع غراسيموف وهو رئيس أركان الجيوش الروسية في هذه الحرب، يعني بأنه سيحسم هذه المعركة، هكذا يظن. والغرب بدأ يعني تحسس هذه المخاطر وبدأ بالاستعداد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة التي لا يمكن للجيش الروسي الذي يعني بدأ بشحن الأسلحة من سوريا والصواريخ ومن كوريا ومن يستعين بإيران بطائرات شاهد 136 والأسلحة والقذائف والصواريخ. إذن روسيا اليوم بدأت في حالة نضوب للأسلحة والخزانات والمستودعات الأسلحة في روسيا، لذلك بدأت باستعانة بالدول التي تعتبرها تابعة لها أو حليفة بهذه الظروف الميدانية الصعبة. وأما أوكرانيا فإنها مستمرة في الدفاع عن منطقتها عن مدنها، وهذا ما يؤكد بأن باخموت المدينة الصغيرة، يعني عدد سكان باخموت بحدود 70,000 نسمة، 6 أشهر لم يستطع الجيش الروسي أن يحقق أي انتصار. بالأمس سوليدار التي هي قرية 10,000 نسمة مساحتها 45 كيلومتر مربع، يعني حتى الآن لا توجد سيطرة كاملة رغم استخدام الأساليب الوحشية لفاغنر والمعروفة. لعناصر فاغنر الذين تدربوا في سوريا وفي ليبيا وفي مالي وفي بعض المناطق. أشكرك جزيلا سيد أحمد حمادة الخبير العسكري السوري، شكرا لك.